تطور الإنسان الجزء الخمسين وكمالة المرحلة المفترضة هومو ناليدي اللي ادعوا انهم اخيرا لقيوا مرحلة بتربط ما بين الاسترالوبيسيكس يعني البيسيكس يعني القردة وما بين الهومو اللي هو الانسانيات، واللي بدأنا نرد عليها من الاسبوع اللي فات وندرسها، والنهاردة هنخلص المرحلة المزعومة دي. لكن تذكرة سريعة لحضراتكم مرة تانية، ليه بنتكلم في موضوعات تبدو علمية وحفريات وحاجات زي كده بالتفصيل؟ لأنه زي ما بقول من اللاهوت الدفاعي أنواع مختلفة، حتى اللي بيرد على النقد الأعلى والنقد الأدنى وحتى على الفكر الإلحادي. الفكر الإلحادي لما حب يهاجم الكتاب المقدس ما حاولش يهاجمه في معلومة في المنتصف ولا غيره، لا، ده حب يقول إن الكتاب المقدس من أول كلمة فيه من بدايته خطأ لما بيقول في البدء خلق الله. لا، ما فيش إله خلق ولا عمل، كل حاجة جت بالتطور، لا محتاجين إله خالق ولا غيره، الطبيعة هي اللي عملت كل شيء. فبنرد على الكلام ده وبنوضح العلم اللي هم هكروا عليه، اللي سرقوه، اللي ادعوا أشياء غير علمية وادعوا ان ده العلم، والعلم الحقيقي بريء منهم، لأن العلم الملاحظ المختبر المتكرر ضدهم. التطور غير ملاحظ، التطور غير مختبر، التطور لا يتكرر، فهو actually ضد العلم الحقيقي الملاحظ المختبر المتكرر. لكن الملاحظ ثبات الأجناس، المختبر ثبات الأجناس، والتصميم والمتكرر الجنس فعلا ينجب كجنسه زي ما قال الكتاب المقدس. فالخلق والتصميم هو اللي فعلا يتفق مع الأسلوب العلمي، لكن ده اللي بيحاولوا الملحدين يدعوا العكس. تقرأ مرة القانون يقول لك life comes out of life، يعني الحياة تأتي من حياة. التطورين يدعوا ان الحياة بدأت من عدم حياة، ايه بايوجينيسيس، عكس قانون موضوع اللي هو قانون البيوجينيسيس مش الاي بيوجينيسيس. anyway، فلما بنرد في القسم السابع على ادعاء الانسان جه بالتطور فبيمسكوا لهم حفريات، ايوه لوسي، ايوه انسان جاوة، لا ما ينفعش الموضوع ده، لازم نمسك شجرة الانسان من بدايتها من اول الجد الحياة، علشان ما نخليش حد يجيب يدري لك الصورة بالكامل ويمسك لك يخليك تبص من أنبوبة على نقطة واحدة ويقول لك بص أهي سودة يا عزيزي، دي شجرة مليانة ألوان أو صورة مليانة ألوان رائعة، ليه مركز لي على نقطة واحدة فيها جزء أسود وسايب بقية الصورة الرائعة؟ فعشان كده بدأنا موضوع من البداية في الجزء الأولاني، وسألنا فين أول جد اللي بدأت منه كل الكائنات اللي جه منه الإنسان؟ ملوش وجود. طيب لما قعد يتطور 2 مليار سنة فين مراحل التطور؟ ملهاش وجود. وطلع منه المفروض الجد حقيقي النواة، فينه؟ ملهوش وجود. واللي قعد يتطور كمان هو مليار ونص سنة، فين هالمراحل دي؟ ملهاش وجود. وطلع منه جد المملكة الحيوانية اللي هو الحيوان الأنيمالية، فينه؟ ملهوش وجود. والمفروض ان ده اتطور لكل الشعب وطلعت منه شعبة مهمة جدا، الحبليات، فين مراحل التطور؟ ملهاش وجود. طب فين الجد المشترك للحبليات؟ ملهوش وجود. وطلع منه قعد يتطور كتير لغاية ما وصل تحت شعبة، فين مراحل التطور؟ ملهاش وجود. وطلع منه تحت شعبة الفقاريات، الجد المشترك لكل الفقاريات فين؟ مفيش. طلع بعد كده المفروض قعد يتطور لغاية ما خرج للبرية، مراحل التطور فين؟ ملقناهاش. ادعوا ادعاءات كاذبة على حفريات أسماك، ولما درست طلع الكلام ده خطأ جملة وتفصيلا واعترفوا به. ففين الجد الرباعي اللي هو ساد لوحده في البرية واللي طلعت منه كل الكائنات البرية؟ مش لاقينه. ده الساد لوحده في البرية من 395 مليون سنة بدون أعداء طبيعيين، ما كانش فيه بقية حيوانات، يعني ده كان مفروض نلاقي حفرياته مغرقة الدنيا، ما لقيناهوش. ولا مراحل للتطور إليه، ولا مراحل للتطور منه، طلع منه كذا صف، منه صف الثدييات، فين الجد المشترك للثدييات؟ مفيش. وده بنتكلم على تطور الجهاز التناسلي، يعني أي عدم اكتمال أثناء التطور التدريجي المتراكم معناه ما بينجبش، معناه مندثر ميت. إزاي تطور؟ وده سؤال. والأساتذة الأحباء اللي بيقولوا التطور بيدرس في كل الجامعات تحت أمركم، هتولي من الجامعات كيف تم تطور التناسل بين الرباعيات اللي بتبيض للثدييات اللي بتلد، بس ممكن مؤيدة كده بالحفريات والأدلة العلمية، مش قالوله
مش العالم الفلاني افترض ولا تخيل ولا نام بالليل وصح يدرس الطلبة الكلام اللي حلم بيه بالليل، لا، حاجات علمية. كيف تطورت الرباعيات اللي بتبيض للثدييات اللي بتلد؟ بأدلة علمية ملاحظة مختبرة متكررة. ممكن من أي جامعة، من كل الجامعات اللي بتقولوا عليها بتدرس التطور، من أي عالم، من كل العلماء اللي بيؤمنوا بالتطور، ممكن. بدل ما تتعبوا نفسكم يا كذا يا كذا يا اللي ما بتفهمش يا اللي يا اللي من الحاجات الكتيرة اللي بتتبعت لي في الكومنتات، طب ما تجيب دليل علمي تطلعني غلطان بدل ما تتعب نفسك في كل هذه الألفاظ اللي بتديني بركة بيها. anyway، المفروض الثدييات كمان تطورت لغاية ما طلع منها تحت صف المشيميات. مراحل تطورها فين؟ طلعت منها الجرابيات والمشيميات، فين مراحل التطور؟ مفيش. طب فين الجد المشترك لكل المشيميات؟ مفيش. قعد يتطور وطلعت منها رتب كتيرة، فين مراحلها؟ مش لاقين. طلع منها رتبة الرئيسيات، جميل، الجد بقى المشترك لكل الرئيسيات، ومفيش. قعد كمان الرئيسيات يتطور لغاية ما طلعت منه قردة اسمها قردة جافة الأنف، ده الجد الكبير الفؤاني كده بتاع الإنسان، فين؟ وده مفيش، مراحل تطوره مفيش، الجد المشترك مفيش. طلع منه فوق عائلة سوبر فاميلي اسمها القردة. الهامونويديا دي فينها؟ الجد المشترك ده فين؟ مش لاقينه. ده قاعد يتطور طلعت منه عائلة من 15 مليون تسمى القردة العليا. الهامونيدي دي القردة العليا، ده الجد المشترك ما بيننا وما بين الأورانجوتان، فينه؟ مفيش. طب مراحل التطور ليه؟ مفيش. أو منه لغاية ما وصل الأورانجوتان ابن عمنا الكبير، مش لاقينه. ده تطور إلى تحت عائلة سب فاميلي اسمها تحت الإنسانيات، الهامنينا، آسف، الهامنيناي. مراحل التطور مش لاقينها. طب الجد المشترك لكل الهامنيناي؟ مش لاقينه. ده الجد المشترك ما بين الإنسان والغوريلات، وعلى فكرة أقرب القردة في حجم المخ للإنسان هي الغوريلات وليس الشمبانزي، فين الجد المشترك ده؟ ما فيش. حفريات، ما فيش. تطور مراحل وسيطة، ما فيش. طب تطور لغاية ما وصل الغوريلات فين؟ ما فيش. تحت الإنسانيات تطور وطلعت منه قبيلة تسمى أشباه البشر، الهامنيني، مراحل تطورها مش لاقين. طب الجد المشترك اللي هو الهامنيني ده، القبيلة ده، ده الجد المشترك ما بين الإنسان والشمبانزي اللي هو ابن عم الإنسان كده لازم، كانوا بيتنططوا على شجرة واحدة، فينه ده؟ مش لاقينه. لو أنا غلطان ما تجيبولي من أي جامعة، من أي متحف المراحل دي، ممكن تجيبولي حفرية أو حفريات كثيرة المفروض، بس حفريتين ثلاثة كاملين للجد المشترك ما بيننا وما بين الشمبانزي. طب مراحل تطوره الهامنيني للشمبانزي ابن عمنا فين؟ مش لاقينه. ده العلماء قال لكم ممسوح أبيض، ده المفروض كمان اتطور إلى تحت قبيلة اسمها شبيهة الإنسانيات، الهامنينا، الهامنيني اتطورت لهامنينا، جميل، فينهم دول؟ مفيش. طب الجد المشترك؟ مفيش. ده لوسي طلعت في الآخر، آخر حاجة قالوها، معلش لا ما طلعتش جدتنا، ما تيتا لوسي ما طلعتش جدتنا، يا فضحت يا فضحت، ما طلعت تيتا لوسي إيه؟ لا دي بنت عمنا بس من بعيد. طيب تيتا المشتركة ما بيننا وما بين لوسي مين؟ ما نعرفهاش. وتحت القبيلة ما لقيناش أي حاجة، وفجأة لقينا الهومو موجودين، الإنسان موجود، أبو مخ كبير والمستقيم وبرجليه اللي بيمشي بيها طبيعي وصانع الأدوات والكلام ده كله، الإنسان، وما لقيناش أي ربط ما بين الكلام ده اللي ملهوش وجود أصلا وما بين الإنسان. والعلماء قال لكم كل ده وجبتها لكم نصا بدل العالم عشرات وممكن أقدم لكم مئات، قالوا لكم ده ممسوح أبيض. الحاجة الوحيدة الجميلة في التطور هي النظافة، مفيش، كل ده أبيض. وجبت لكم بدل العالم ده من أشهر العلماء اللي أسسوا أقسام في المتاحف، قال لكم الكلام ده ممسوح، ولسه يقول لك أدلة التطور لا حصر لها. يا سيدي خلاص، جميل، لا حصر لها، ممكن تديني واحد متفق عليه من العلماء أن ده الجد المشترك؟ أصلي العلماء بتوعكم قالوا لنا أن الصفحة بيضة،
السجل ممحو ممحو، عارفين بتاع امسحها باستيكه، علماء التطور قالوا نفس التعبير، ممسوحه باستيكه، اجي الغيها، ايوه هي ملغيه. فده اللي لقيناه في الاخر. فعرفنا حسب الكلام اللي بيقولوه ان كل دول ما لهمش وجود. وفي الاخر الانسان لغايه ما وصلنا ل 2 مليون والانسان موجود مكتمل وما لقيناش اي مرحله تطور. فبعد ما عرفنا ان كل السابق حفريات لانواع اجناس قرده انقرضت، او بعضها يكون تنوع لاجناس من الحاليه اللي موجوده الان زي الشمبانزي القزم او غيره، ولقينا فجاه ان احنا نطينا نطه كبيره جدا، لا جدود مشتركه ولا مراحل وسيط، احنا لقينا نفسنا الانسان موجود، الهومو موجود بانواعه بدون اي مراحل تطور ليه. لكن لقينا اشكاليه في بدايه دراسه الحفريات اول ما بدانا في الانسانيات بعد ما خلصنا البيسيكس او القرده. لقينا ايه في الاشكاليه دي؟ نفس الخدعه اللي عملوها في مراحل القرده المفروض هتتطور لانسان، ان يجيبوا يدخلوا عظام بشريه زي الخدعه اللي عملوها في لوسي، ركبه لوسي وحوض لوسي، ويحطوا عظام بشريه في هيكل قرده عشان يدعوا اهي مرحله وسيطه، بصوا هيكل قرد كامل ولكن في ركبه تشبه البشر. لا يا عزيزي، دي ركبه مزوره انت جبتها من مقبره بشريه وحطيتها في الهيكل. ايضا في الهومو عمل العكس، يجيبوا حفريات قرده علشان يخدعوا الطلبه المساكين ويقولوا لهم عارفين حفريات القرده دي هومو، ما كنتوش واخدين بالكم، فين ما عندناش اي صفه بشريه ولكن رغم كده يلقبوها بهومو زي هومو ناليدي اللي بنتكلم عنها. واحيانا يجيبوا خليط عظام ما بين نص قرده نص بشر عشان تصبح صفات حفريات قرده بشريه ولكن صفاتها اقل من البشر الطبيعيين، ففيها بعض الحاجات تشبه القردة. ليه؟ لأن جابوا عظام قردة دخلوها في هيكل بشري عشان تبقى مراحل وسيطة، ولكن بنجيب أبحاث العلماء لما يدرسوا الحاجات دي يقولك الكلام ده غلط وتزوير. ده بالإضافة للتزوير المعتمد في حفريات كتيرة، وده درسناه وبندرسه تفصيلا حفرية حفرية. زي ما وضحت أنا اضطريت أغير الترتيب. ليه؟ لأن لو ماشيين حسب الترتيب كنا زماننا بندرس الهومو من بدري. ليه؟ لأن الهومو موجود من 2 و2.5 مليون، احنا وصلنا لغاية حفريات أقل من مليون وما لقيناش أي مراحل وسيطة. ليه؟ لأن الهومو هابلس وهومو رودولفينسيس وهومو أوريكتس ظهروا بالفعل وبأدواتهم، ولكن الأسترالو لسه ما اكتملش تطوره المزعوم. فازاي جدود الإنسان الأسترالو أحدث من الإنسان؟ إزاي الحفيد يكون أقدم من جده؟ أو إزاي الجد الأسترالو يكون أحدث من حفيده؟ عشان كده بدأت في الأنواع الهومو المزعومة اللي واضح أنها قردة ولكن فقط كذبا يسموها بشر هومو رغم أن هي قردة بيسيكس. على سبيل المثال هومو ناليدي اللي بدأنا فيها المرة اللي فاتت، واللي وضحت لحضراتكم باختصار شديد هومو ناليدي ده مش هومو أصلا، ده مش إنسان، ده قردة شبه تطابق الأسترالوبيسيكس، يعني قردة بيثيكس، لكن فقط كل الحاجة الوحيدة اللي تخليها تنتمي للبشر الاسم الكاذب اللي أطلقوه عليه هومو بدل بيثيكس. يعني ناليدي المفروض تلقب أسترالوبيسيكس ناليدي وليس هومو ناليدي. ماذا يستفاد العلماء من ده؟ علشان بس يثبتوا أن عقيدتهم التطورية اللي ضاقوا قضوا فيها حياتهم، وده بإقرار العلماء ان طلعت صح مش خطأ. عالم يقضي حياته 30 سنة من ساعة ما يحصل على الماجستير او الدكتوراه وبيبحث وبينقب والحفريات واخد منح مالية علشان يكمل بعثات التنقيب، وفي الاخر ما طلعش غير بحتة عظمة من جمجمة او بسنة، هيطلع فاشل في نهاية حياته؟ لازم يدعي ان السنة للقيها او حتة عظمة للقيها دي بتاعت مرحلة وسيطة، وإلا كده يبقى انتهي الكارير بتاعه بالكامل أبيض ما عملش أي حاجة. فلازم يطلع بإدعاء هذا الأمر، وحتى لو لقي عظمة بشرية جنب عظمة قردة لازم يدعي إن هما هيكل واحد، لأن لو قال البشر موجود قبل القردة ده هيبقى كده ضد العلم اللي كان بينادي بيه اللي يسمى علوم التطور الكاذبة. اتكلمنا عن إشكالية عمر هومو ناليدي. الإنسان يا حبايبي يا حلوين حسب ألف ليلة وليلة التطور، الإنسان موجود من كام؟ موجود من أكتر من 2 مليون سنة حسب تماشيا حسب فرضيات الأعمار الخطأ اللي اتكلمنا عنها بالكامل تفصيلا في عدة أقسام.
يعني الإنسان من أكتر من 2 مليون، ده عندنا خطوات لا يطولي فوت برينتس موجودة من أكتر من 3.5 مليون سنة. يعني الإنسان الطبيعي اللي بيمشي موجود من أكتر من 3.5 مليون سنة، لكن هنقول من هومو إريكتس وهومو هابيلس موجودين من أقدم من 2 مليون. جميل. الإنسان العادي زي وزي حالاتكم اللي حصل على حتى لو الابتدائية بس، لو الإنسان موجود أكتر من 2 مليون، جده المفروض يكون موجود من إمتى؟ أكتر من 2 مليون ونص، مهم يكون أقدم من 2 مليون، لازم يكون أقدم من الإنسان، صح ولا أنا الابتدائية بتاعتي كانت مزورة؟ قوم قالوا لنا إيه؟ هومو ناليدي اللي بيربط ما بين الإنسان وما بين القردة، يعني جد الإنسان وحلقة الوصل، من 335 ألف ل 236 ألف سنة بس. يا اخوانا احترموا عقولنا. الانسان من موجود اكتر من 2 مليون، وجد الانسان الحلقة الربط اللي بتربط ما بين الاسترالوبيسيكس وما بين الهومو من 235 الف ل من 335 ل 236 الف، يعني جدنا احدث من الانسان بقرب 2 مليون. ازاي الجد احدث من الحفيد ب 2 مليون؟ لكون انا يا جاهل. الكلام ده قدمته بمراجع تفصيلية واعتراض العلماء على هذا الامر في الجزء السابق لو تحب ترجعوا له. ايضا عرفنا بالمراجع وبالتفصيل وابحاث العلماء انه خليط عظام كائنات مختلفة وليس جمعوها في حاجة واحدة سموها هومو ناليدي، رغم ان هي اجناس مختلفة وليس جنس قردة واحد، وده العلماء قدموا ابحاث تفصيلية في هذا الامر. عرفنا ايضا بالمراجع ان صفاته تشبه الاسترالو بتنوعه المختلف. الكلام ده قدمته تفصيلا. اولا من حيث المخ، المخ 465 ل 560 سنتي مكعب، يعني في نطاق التنوع من الاسترالوبيسيكس. العظام الخلفيه للجمجمه تطابق الاسترالوبيسيكس. طوله ووزنه، طوله 4 قدم ووزنه 39 كيلو جرام، يعني في نطاق طول ووزن القردة استرالوبيسيكس. عرفنا ان اذرعه هي نفس صفات الاذرع الطويلة القوية بتاعة الاسترالوبيسيكس المناسبة للتسلق. يديه بخاصة عظمة الابهام طويلة وفيها نسبة تقوس بنفس صفات الاسترالوبيسيكس المناسبة للتسلق. عظمة الكتف ليس مثل الانسان على الاطلاق، ولكن ايضا مثل القردة المناسبة للتسلق. كل ده قدمت عليه مراجع تفصيلية الأسبوع اللي فات. عرفنا أن الأقدام فيما عدا الجزء الأمامي تشبه الأسترالوبيسيكس، فيما عدا عظام الجزء الأمامي القدم الكبيرة الغير مناسبة لحجم الهيكل، الباقي كله يطابق أقدام الأسترالوبيسيكس. عظام الفخذ تشبه الأسترالوبيسيكس اللي بيمشي على 4، الحوض يشبه الأسترالوبيسيكس. كل ده كان المفروض أي واحد يقول طب ما كل ده بعد ما لقيناه ده تنوع من الاسترالوبيسكس ليس له اي علاقه بالانسان، لكن لا، مش ده اللي هم عايزين. يطلع واحد يقول لكم لقيت حفريات قرده من تنوع القرده، اوكي nothing، وهيفيدنا في ايه ده؟ ولا حاجه. لكن يطلع واحد يقول لكم لقيت مرحله وسيطه، هي عظمه على عظمه يا طبيعه، لقينا مرحله وسيطه، هي التطور اصبح حقيقه، هم ده اللي عايزينه حتى لو بالكذب. نكمل في بقية الصفات. درسنا الجمجمة ودرسنا الأطراف الأمامية والأطراف الخلفية ودرسنا الحوض وكل ده. أيضا العمود الفقري. العمود الفقري المهم جدا لوضع الجسم، سواء بيمشي على 4 زي القردة أو بيستقيم بيمشي على 2 زي الإنسان. والفرق أيضا الآخر إن القردة علشان بتتنطط على الشجر بيبقى العمود الفقري مناسب ان هو يخلي حجم الجسم الاعلى اكبر من الاسفل عشان يقدر يتعلق. اما الانسان العكس لانه بيمشي على قدمين، الجزء الاسفل اكبر من الجزء الاعلى لانه بيمشي على قدمين، عكس القردة. القردة فوق اكبر من تحت، الانسان العكس، الانسان فوق اصغر من تحت. العمود الفقري والقفص الصدري هو اللي بيوضح لنا هذا الموضوع بالإضافة للأطراف. القردة الفقرات بتاعتها صلبة من الجهة الخلفية،
وأسمك وأقل مرونة. ليه؟ لأنه بيمشي على أربعة أو بيتسلق، يعني بيتعلق من إيديه، فالعمود الفقري بيشيل الوزن ده. الإنسان لا، ما بيتعلقش وما بيشيش على أربعة، عشان كده فقرات الإنسان أقل سمك وأكثر مرونة، لأنه بيمشي على قدمين، مش بيتعلق لكن بيمشي على الرجلين. أيضا القردة بيكون الجزء العلوي من العمود الفقري اللي هو الثوراسيك أصغر، والأسفل أكثر فلطحة. ليه؟ لأن القفص الصدري في القردة منشور الشكل. أيضا عظام اللمبر بتبقى قصيرة، الإنسان العكس، القفص الصدري برميل الشكل. عشان كده الجزء العلوي من الثوراسيك أعرض واللمبر بيبقى أطول، عشان كده العمود الفقري في الإنسان أطول. الفقرات اللي في هومو ناليدي للإناهة تطابق الإنسان؟ لا، طلعت الفقرات اللي في هومو ناليدي تطابق مين؟ زي ما توقعته، تطابق الأسترالوبيسكس. ده بكم ضخم من أبحاث العلماء بما فيهم بيرجر نفسه مكتشف الحفريات. آدي المرجع قدام حضراتكم، والكلام ده اتنشر سنة 2015. طيب بلاش حجم الفقرات، نبعد عن حجم الفقرات. عدد الفقرات، واحنا عرفنا ان عدد الفقرات كل منطقة تختلف ما بين القردة للإنسان، ودي اصلا لوحدها كارثة، لان اي عدم اكتمال في الفقرات هو هيعرف لا يمشي ولا يتعلق ولا يتسلق ولا يعمل اي حاجة، ده فقرة غير مكتملة اثناء تطورها تدريجيا، ده لوحدها كارثة للتطور. لكن نعديها، عدي الموضوع ده عشان بس بلاش احراج كتير. طب من حيث عدد الفقرات طلع يشبه الإنسان؟ لا، من حيث عدد الفقرات برضو يطابق الأسترالوبيسيكس، وآدي المرجع قدام حضراتكم. الكلام ده برضو اتنشر في مجلة ساينس. فمقارنة سريعة ما بين الفقرات، ما بين هومو ناليدي وما بين الأسترالوبيسيكس وما بين البشر بنوعيه هومو سيبيان، وجابوا حجم إنسان صغير الحجم، هيكل إنسان صغير الحجم عشان يقارنوه، ونياندرسال اللي هو برضو بشر، ونشوف الفرق واضح جدا، وإن فقرات هومو ناليدي بتطابق فقرات الأسترالوبيسيكس وتختلف عن البشر تفصيلا. الأولاني ده هومو ناليدي، الثاني ده اللي هو AL288 اللي بيتابع الصور معايا في الدايركت برودكاست. 288 مين اللي هو؟ طبعا لوسي، مفروض حافظين الموضوع ده. STS14 اللي قدام حضراتكم على الشاشة اللي هو الأسترالوبيسيكس أفريكانوس، لوسي أسترالوبيسيكس أفرانسس. وبعدها اللي التالية دي، فده أفرانسس ده أفريكانوس، اللي بعدها قدام حضراتكم روبوستس اللي هو الأسترالوبيسكس روبوستس، واللي بعدها اللي قدام حضراتكم سديبة. هنا نلاقي فرق واضح، هنا نياندرسال وهنا هومو سيبيان. كويس، واضح تماما ان الفقرات دي متشابهة وتختلف بوضوح شديد عن الفقرتين البشريتين بأنواعهم، هومو سيبيان وهومو نياندرسال. أستاذة هيلين، لو حد ينزل اللينك بتاع الدايركت برودكاست على اليوتيوب أكون شاكر لحضراتكم لو هي عايزة تتابع. العمود الأسفل زي قدام حضراتكم، ده زي ما قلت لكم هومو ناليدي، اللي بعده أفرانسس، كويس، واللي بعده أفريكانوس اللي هو STS14، واللي بعد كده هومو إريكتس بشر، والآسف الإيه ما طلعتش مظبوطة، هومو إريكتس بشر، واللي بعد كده برضو هومو إريكتس، واللي بعده نياندرسال، واللي بعده هومو سيبيان لحجم كائن صغير، ونشوف الفرق واضح جدا ما بين دولة وما بين دولة، ولا يوجد أي تشابه هنا زي ولا يوجد أي تشابه هنا. ازاي تدعوا ان ده جد الانسان وفقراته في حجمها وشكلها وعددها تطابق الاسترالوبيسيكس؟ ايه رأيكم؟ طيب احنا اتكلمنا على الثوراسيك واللامبر،
نتكلم برضو على فقرات الرقبة. توضح انه اتجاه الرأس المهمة جدا، لانه الرأس في الانسان في المنتصف فوق العمود الفقري عشان بيمشي على قدمين عشان الاتزان. اما القردة مايلة لقدام عشان بيمشي على اربعة، اسف مايلة للخلف، يعني مكان اتصال العمود الفقري بالجمجمة من الخلف وليس من المنتصف. مكان اتصال فقرات الرقبة توضح ان الرأس مش في المنتصف، لكن مكان اتصال من الخلف يعني الجمجمة متجهة للامام برضو زي القردة، وده قدام حضراتكم. ايضا الضلوع، رغم ان الضلوع غير مكتملة او اغلبها غير مكتملة، لكن توضح لي ان شكل القفص الصدري لهومو ناليدي برميلي زي الانسان، لا امال ايه، مخروطي زي القردة. خاصة كمان مكان اتصال الضلوع وبخاصة الضلع العاشر بيفرق جدا عن القردة عن الانسان. نلاقي الضلع العاشر شكله ووضع اتصاله يطابق الاسترالوبيسيكس وليس البشر، على عكس البشر، وبرضو المرجع قدام حضراتكم للي بيتابع معايا في الدايركت برودكاست. كل الكم ده يؤكد ان اغلب هذا الخليط من العظام هو لقردة فقط تنوع من الاسترالوبيسكس، ففيما عدا عظمة القدم وفيما عدا جزء من الاسنان اللي مش بارزة قوي الامام، ايه تاني في هذا الهيكل يطابق بشر؟ nothing. وانت بتتكلم على حفريات من 336 الف سنة بس. كل من الجمجمة واغلب عظام القدم والاكتاف والايدين والفقرات كله في نطاق تنوع الاسترالوبيسيكس. ده مش بس اللي انا قلت لحضراتكم وقدمت عليه مراجع، ده العلماء احصوا 22 صفة مختلفة في العظام، ولما قرنوها ما بين البشر الهومو زي هومو سيبيان وهومو نياندرسال وهومو اريكتس وما بين البيسيكس زي الاسترالوبيسيكس افرانسس وافريكانوس وسديبا وروبوستس وغيره، وجدوا اقتراب كل ال 22 صفة، لا هي تقترب من القردة من البيسيكس ولا تقترب من الانسان. ففي الجدولين التاليين اللي هعرضهم قدام حضراتكم يوضح لكم نسب التشابه مع حفريات معروفة، لما يقارنوا هومو ناليدي مع لوسي او يقارنوها مع البشر يلاقوها لا تشبه لوسي ما تشبهش البشر. فهومو ناليدي يشبه الافرانسس والافريكانوس والسديبة والروبوستس، ولكن يختلف بوضوح عن الهومو سواء هومو سيبيان او نياندرسال او اريكتس. في الجدولين اللي قدام حضراتكم خلاصة ابحاث العلماء في ال 22 صفة اللي قدموهم، اللي قارنوا فيهم افرانسس ما بين لوسي اللي هو 288 و افرانسس 333 مع افريكانوس STS 14 مع سديبة، وقرنوا ما بينهم وما بين هومو ناليدي، وفي المقابل برضو مع الانسان الهومو سيبيان، حتى الهومو سيبيان الطبيعي وهومو سيبيان حجمه صغنن ونياندرسال، وايضا في الاخر البارانثروبوس روبوستس. طلعت تطابق مين؟ هومو ناليدي في صفاتها تطابق مين؟ البيسيكس. ايضا الجدول الثاني في بقيه الصفات قدام حضراتكم، وادي المرجع لهذه الدراسات اللي تمت بالتفصيل في سنه 2017، الكلام ده اتنشر في جورنال اوف هيومن ايفولوشن، بل دراسه حديثه على تشابه صفات اجناس المتشابهين حطوه باللون الغامق والاجناس المختلفه حطوها باللون الفاتح. لما تبصوا تلاقوا هومو ناليدي تتشابه مع الأسترالو وتختلف تماما عن أنواع الهومو في هذه الدراسة. آدي هومو ناليدي مقارنة ما بين الأسترالو وما بين الأسترالو من هنا وما بين النياندرسال والإنسان الطبيعي هنا. كل صفات ما بين الأفرانسس وروبوستس وسديبة باللون الأسود. لما نوصل لل الهومو، هومو مودرن هيومن اللي هو هومو سيبيان وهومو نياندرسال، نلاقيها مختلفة.
وآدي قدام حضراتكم برضو الريفرنس لهذه الدراسة اللي اتنشرت. ايه رأي حضراتكم؟ لسه بعد كل ده حد هيجي يشكك انه في كل الصفات ناليدي تطابق الاسترالو؟ لسه البعض لغاية دلوقتي هيقبل ان هي تلقب بهومو؟ فهومو ناليدي المكتشف في كهف في جنوب افريقيا اللي فرحوا بيه جدا من سنة 2013 و2015 وهي لقينا المرحلة اللي تربط ما بين الاسترالو وما بين الهومو، ده عمرها من 336 ألف سنة بحد أقصى، وصفاتها تطابق الأسترالوبيسيكس فقط. بعد كل ده لسه حد هيشكك إن ناليدي فقط تنوع من الأسترالوبيسيكس وكان موجود لغاية هذا الزمن في جنوب أفريقيا؟ مش ده يوضح لحضراتكم إن جنس الأسترالوبيسيكس اللي يشبه وبشدة الشمبانزي القزم فيما بعض الأنواع زي ما قدمتها زي روبوستس وغيره اللي هي تشبه الغوريلات صغيرة الحجم، ده فقط جنس قردة استمر على الأقل لغاية 226 ألف سنة تماشيا مع فرضية الأعمار الطبقات الخطأ. وبهذا يكون هذه الحفريات اللي هي المفروضة علميا لقينا حفريات الأسترالوبيسكس موجودة ومستمرة لغاية هذا الزمن، كانت المفروض تنفي تماما أن الأسترالوبيسكس لأي علاقة بالإنسان. فبدل ما يكون اكتشاف هذه الحفريات في هذا الكهف تنفي ان الاسترالوبيسكس لأي علاقة بالانسان ده لو في اي حيادة علمية، لكن ده ما ينفعش عقيدتهم الالحادية او التطورية يعملوا ايه؟ يقلبوا الدليل ويعوجوه ويخلوه لا ده يبقى مرحلة الوصل. ايه رأيكم في قلب الحقائق في علوم التطور؟ فكل العظام تشبه الاسترالو فيما عدا القدم الكبيرة اللي حجمها حتى مش مناسب لحجم الهيكل. طب ليكون ده كلامي وانا كذاب زي ما بتقولولي يا جاهل يلي يلي؟ حتى مكتشف الحفريات برجر نفسه اللي ادعى ده علشان الشهرة زي ما قاله تيم وايت وغيره، قدمت الكلام ده قبل كده، اللي ادعى ان الاقدام البشرية دي تابعة للهيكل، هو بنفسه اقر ان كل بقية صفات الهيكل من الكتف والجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري هو كله ما يشبهش الإنسان. فرغم أنه سماها هومو ولكن قال ما تشبهناش في أي شيء. فيقول الأنواع التي تنتمي إليها العظام، خدت بالكم من كلمة الأنواع، يعني هو عارف أن ده مش نوع واحد، the species بالجمع the bones belong to، الأنواع اللي تنتمي إليها هذه العظام، يعني هو عارف أن هي مش نوع واحد، هي خليط مميز من الصفات، يعني ده خليط، ده انت بتعترف ان ده مش حفريات مرحلة واحدة. تنظر الى الحوض والكتف يقول بيرجر وتظن انهم مثل قردة الاسترالوبيسكس الذي ظهر في افريقيا منذ 4 مليون سنة مضت، وكان يظن انه جد للهومو. شكرا، يعني انت عارف ان خلاص الاسترالوبيسكس انتهى ملوش علاقة بالهومو، ده شاهد من اهلها، عالم ومجموعة علماء مهمين خلاص بيعترفوا لكم. فاكرين لوسي اللي عدنا نقول لكم عشرات السنين تيتا لوسي تيتا لوسي؟ طلعت مش تيتا لوسي، ما تتكلمش، بس بيقعوا بالكلام في النص. الأسترالوبيسكس الذي كان يظن أنه جد للإنسان طلع مش جد للإنسان لأن انتهى هذا الادعاء. فالحفريات دي كل ما تبص عليها تلاقيها تطابق الأسترالوبيسكس، ولكن تنظر إلى القدم، وحنعرف قصة القدم دلوقتي، فتستطيع أن تظن أنها تنتمي لجنسنا. عندك حفريات قردة فيما عدا رجل كبيرة كده لزقوها في الحفريات تطابق الأقدام البشرية، قال لك يبقى ده هومو. الجمجمة تظهر بوضوح المخ أقل من نصف مخنا، هو داخل على التلت، ويشبه أكثر الهومو الذي عاش من 2 مليون سنة مضت وهو لا يشبهنا في شيء. شكرا. إيه رأيكم؟ آدي نص كلام الراجل مكتشف الحفرية صاحب الضج جياه. كلام ده اتنشر في نيو ساينتست، آدي اللينك كمان اللي عايز يتأكد من كلامي.
فهو يقر أن كل صفات ما حدش يدخل أي لينكات في بتنزل على البالتوك، خلي بال حضراتكم. فهو يقر أن كل صفاته مثل الأسترالوبيسيكس اللي عرف أنه ليس جد للإنسان. لو حد ما تعرفوش نزل لينك على البالتوك، رجاء محبة تخلي بالك كويس. نرجع تاني للموضوعنا. فهو يقر أن كل صفاته زي الأسترالوبيسيكس، واللي هو عارف ان خلاص الاسترالوبيسكس بقى معروف ان هو مش جد الانسان، فيما عدا الحفرية بتاعت العظام، جزء من عظام القدم الكبيرة اللي هي تشبه العظام قدم بشرية. فازاي يكون كائن كل صفاته قردة وحتى طوله ووزنه قردة، ولكن نلاقي معاه بطريقة غير طبيعية عظمة قدم بشرية كبيرة لكائن بشري كبير مخالف لتركيب الجسم والحجم وغيره؟ طبعا لو اي حد يعني لو لسه عنده بقية من امانة من هؤلاء، كان المفروض يحضر لذهنه طالما اعترفوا ان كل العظام المختلطة لكائنات مختلفة، وده قالوها نصا، يبقى اكيد العظمة القدم البشرية الطبيعية دي اللي من 300,000 سنة، والبشر موجودين من 300,000 سنة تماشيا مع فرضية اعمار الطبقات الخطأ، يبقى لازم هذه القدم البشرية موجودة بس مختلطة مع العظام القردة المختلطة. لكن مش ده اللي قالوه في البداية، رغم ان ده ما تم اكتشافه بالفعل، وده اللي اقر به العلماء، وده اللي اتنشر في مجلة ساينس. ويقولوا فهي احتمالية مرتفعة ان تكون عظام بشرية بخاصة للأقدام مختلطة مع القردة. كلام ده اتنشر في مجلة ساينس قدام حضراتكم. طيب هل دليل، هل يوجد دليل ينفي ان دي قدم بشرية؟ الإجابة لا. اللي يبص إليها دي قدم بشرية طبيعية، الباقي كل عظام قردة فيما عدا القدم البشرية الطبيعية. كل القصة عندنا حفريات لهياكل قردة ومعانها عظام لقدم بشرية موجودين مختلطين مع بعض، وقدم بشرية لكائن كبير طبيعي بشري مختلطة مع عظام قردة صغيرة الحجم في حجم الأسترالو. ايه رأي حضراتكم؟ في المقابل هل يوجد أدلة تؤيد ان دي قدم بشرية؟ طيب معرفش ليه الإخوة الأحباء بيشتتوا على التكست بهذا المنظر النهاردة. طبعا اللي بيشتموا ربنا يسامحهم، لكن اللي داخلين للتشتيت طبعا مش غير لائق بالمره. ارجو لو حد من الاساتذه الاحباء الادمنز اللي بيساعدوا على التكست اكون شاكر لحضراتكم. خلي بالكم من الناس دول اللي بيعملوا هذه الامور، ربنا يبارككم، بس عشان التشتيت وربنا يقويكم على خدمتكم. فقلت الاستنتاج واللي ده قالوه علماء، ده مش كلامي، ان دي عظمه يعني قدم بشريه مختلطه مع عظام قرده. هل دليل يقدر، في اي دليل يقدر ينفي الكلام ده؟ مفيش. هل يوجد ادله اثبات؟ طيب شكرا اللي بتشتمني، ربنا يباركك، ما اعرفش مالكم النهارده زعلانين ليه، لكن حقيقي دي بتدونا فرصه ان احنا نبارككم. النهارده شتيمه حلوه قوي نازله على التكست، في حد تعبان النهارده وهايج، باسم الرب يسوع المسيح تقدروا تخرجوه، ربنا يقويكم. لكن في المقابل يوجد أدلة تؤيد أن فعلا دي قدم بشرية. نعم يوجد أدلة. إيه هي الأدلة؟ على سبيل المثال الحفريات دي مش عظام قردة وبس، ربنا يباركك يا عزيز اللي بتكرر الشتيمة، ربنا يبارككم. اكتشف عظام قوارض وحيوانات أخرى مختلطة معهم، ده أكد هذه الحفرية، هذه الاحتمالية جدا، وده برضو اتنشر في مجلة ساينس تحت عنوان New Human Species Discovered. طب طالما وجدت عظام قردة وعظام كائنات أخرى وكمان معاهم عظمة بشرية، يعني ده مكان بيتحط فيه عظام سواء اللي بيأكلها البشر، وطبيعي أنه كمان ممكن يدفنوا بعض الموتى من البشر في هذا المكان، فيلاقوا قدم بشرية معاهم. عشان كده عدة علماء، ده مش كلامي أنا، زي سوزان أنتون وجيفري سكوارتز، اعترضوا على ادعاء بيرجر اللي نسب هذه القدم البشرية لهومو ناليدي، مؤكدين لا
دي بوضوح عظام أجناس مختلفة بما فيهم بشر، يعني أنت عندك بشر مدفونين في هذا الكهف ومعاهم عظام قردة وكائنات تانية من اللي تتاكل. بل الاثنين العلماء دول قالوا ده احنا نتكسف نوري حفريات هومو ناليدي للطلبة بتاعتنا، لأنهم الطلبة هيعرفوا مباشرة أنهم حفريات أجناس مختلفة، بعضها هومو وبعضها أسترالو، والكلام ده اتنشر في مجلة نيتشر. متخيلين العلماء قالوا ايه؟ I could show this, those images to my students and they would say that they are not the same، مش جنس واحد. متخيلين؟ ونفس الأمر اتنشر في نيو ساينتست، ويتقول مجلة نيو ساينتست حتما أيضا هناك أراء معارضة. يقول جيفري من جامعة بيتسبرغ فيلادلفيا، بالنسبة لي لأني درست فعليا السجل الأحفوري البشري بالكامل، يعني بيقول أنا خبير في هذا المجال، فلهذه تجميعة الحفريات معا التي تعرف بهومو ناليدي. شكرا اللي بتشتموا، ربنا يبارككم النهاردة، أنا خدت بركة كتيرة قوي من الشتايم دي كلها، ربنا يبارككم. من اللي بتعرف بهومو ناليدي هي تمثل شكلين مختلفين في الجمجمة. أيضا إيان ترتيسيال من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك أيضا يشارك وجهة نظره. في الشهر الماضي هو وشواردز كتبوا مقال يطالبون الباحثين أن يفكروا بحرص في تقسيم الحفريات أن تكون هومو. بيقولوا لهم أنتوا إزاي تعملوا المصيبة دي؟ إزاي تعتبروا ناليدي ده هومو؟ يحذروا العلماء إزاي ناليدي يلقب بهومو. أيضا دانيال ووجد شوارتز وتترسل أشاروا بوضوح أنه بالرغم من أن بعض الجمائم مائلة برفق، فجمجمة لها جبين مع حافة حواجب مميزة يوضح وجود جنسين مختلفين معا. يعني العظمة الصغننة بتاعة الفك اللي مش مايل قوي ده مش قردة، بقيت عظام الجماجم دي بتاعة قردة مختلطين مع بعض، وبقيت العظام قردة والقدم بشرية. آدي نص كلامهم قدام حضراتكم، وآدي اللينك للي عايز، أو آسف الريفرنس اللي اتنشر في نيو ساينتست للي عايز يتأكد من كلامي، واللينك أهو قدام حضراتكم. يعني دي تجميعة عظام كهف، في عظام قردة من ناس بتاكل قردة، حتى الآن لسه في ناس بتاكل قردة في الهند وفي أفريقيا، وفي نفس الكهف بشر طبيعيين مدفونين في نفس الكهف. قوم يعمل ايه برجر واتباعه؟ يجمعوا الاثنين مع بعض ويجعلوهم هيكل واحد، يجعلوهم مرحلة وسيطة واحدة ويلقبوها بهومو ناليدي. فخطأ تماما انه يدعوا ان الحفريات دي هومو ناليدي، لانها لخبطة وتزوير ان انت تلخبط عظام بشر على عظام قرد عشان تطلع بمرحلة وسيطة. ادعى البعض ان هذه الحفريات هي موضوعة، او بمعنى اخر مدفونة في الهيكل في الكهف. طب ده معناه ايه؟ ده معناه انه ده في حد بيمارس الدفن، وده قاله واتسون بوضوح، ده deliberately placed in the cave، ده في حد بيمارس طقوس دفن بشر، ritual disposal of their dead. دي مش عظام موجودة بطريقة طبيعية في كهف، دي بعضها العظام البشرية دي أصلا كانت مدفونة. فزي كائن بمخ صغير زي العظام بتاعة هومو ناليدي اللي تشبه الأسترالوبيسيكس، هو ده القرد ده يدفن البشر الحداثة. البشر الحداثة هم اللي بيدفنوا موتاهم، اللي بيدفنوا الموتى هم نياندرسال وسيبيان الهومو الطبيعيين. فالمفاجأة اللي تكتشفت ان ادعاء الدفن ده مش دفن، مش ناليدي، بل هو ايضا مكان لبشر طبيعيين في جنوب افريقيا من الناس اللي زمان كانت بتاكل القردة ولغاية دلوقتي لسه بياكلوا القردة. والمكان اللي بياكلوا فيه القردة بيسيبوا العظم بتاع القردة مع بقية الكائنات اللي بيصطادوها وياكلوها، وفي نفس الكهف بيدفنوا موتاهم. فعشان كده الاقي قدم بشري طبيعي
موجود في الكهف ده وعظام بشرية مع بقية عظام القردة، ده أمر مش غريب. الغريب هو اللي يخلطهم على بعض ويطلع منهم بمرحلة وسيطة. فاكتشاف عظام بشرية مدفونة بعناية في غرفة تحت الأرض بيوصلوا إليها، الغرفة دي آدي الكهف والمدخل بتاعه، ولكن المدخل ده تدخله وتمشي بمسار ضيق لغاية ما توصل لغرفة تانية مدفون فيها حفريات بشر، في مسار ضيق منحني يمشوا فيه عشان يدفنوا الموتى بتوعهم. فاكتشف في نفس الكهف عظام أيدي وأرجل بشرية في غرفة الدفن السفلى، وأعلى الكهف الجزء العلوي من الكهف موجود فيه عظام القردة اللي كانوا بيأكلوها. يعني ده مكان بشر طبيعيين هومو عاديين كانوا بيأكلوا القردة وبقية الكائنات اللي بيصطادوها، ولما بيموت عندهم حد بيدفنوه في الجزء الداخلي السفلي من الكهف ده. ده كل القصة. لا يكون ده كلامي، قاعد اتفضلوا قدام حضراتكم نفس الكلام اتنشر في ساينس وورلد ريبورت اهو قدام حضراتكم. Discovery of new human species leads to debate. Debate ايه؟ ده احنا لقينا قدم بشرية طبيعية ويد بشرية طبيعية موجودة فين؟ موجودة في جزء سفلي من الكهف اللي لقينا فيه عظام تشبه البيسيكس اللي ادعوا ان هو هومو ناليدي. ادي كمان اللينك بتاع ساينس وورلد ريبورت للي يحب يتأكد من كلامي، وبرضو هتلاقوا نفس الكلام في الويكيبيديا تحت هومو ناليدي، وآدي نص كلام ساينس وورلد ريبورت. الاكتشاف اللي خلط حفريات بشر هومو سيبيان خلطها بعظام قردة، والعلماء بدأوا يتحدوا ادعاء بيرجر المكتشف ان ناليدي ده هومو واللي هو اللي كان يدفن. يعني كل القصة بشر كانوا بيأكلوا لحوم القردة وبيسيبوهم في الكهف العظمي بتاعهم، وكمان بيدفنوا موتاهم في الجزء السفلي من الكهف، وبمرور الزمن اختلط بعض العظام البشرية اللي مدفونة مع عظام القردة اللي كانوا بيأكلوها ويسيبوها في الكهف، فاختلط العظم مع بعض فطلع منهم برجر بمرحلة بسيطة. ايه رأيكم؟ كل الخدعة، لأنه من كهف حديث في أعمار التطور ادعوا انه هو هومو رغم ان بصفاته بوضوح بيثيكس، وبشر بيدفنوا موتاهم خلطوا عظام قدم بشرية مع هياكل قردة عشان يطلعوا تطابق البيسيكس عشان يطلعوا بخدعة مرحلة وسيطة هومو ناليدي. ايه رأيكم؟ ادي التزوير اللي بيعملوه معيد التطور. فكل ده وكل الدراسات تؤكد ان هو تنوع للاسترالوبيسيكس، والاسترالوبيسيكس ليس جد الانسان، ولا يوجد شيء اي شيء يربطه ما بين الانسان إلا قطع عظمية صغيرة لبشر حقيقيين مدفونين في نفس الكهف، وده اللي اكتشفناه. فالهومو ناليدي اللي قعد فرحوا بيه الملحدين وقعدوا يصيحوا ويهللوا ويصرخوا ويزعقوا، وعلى فكرة أمينة لترالي بعضهم كان فعلا بيصرخ بصوت عالي بيقول لينا أخيرا مرحلة تربط ما بين الإنسان والبيسيكس، آدي قصة هومو ناليدي. إزاي يعلنوا إن الجنس ده اللي هو واضح إنه أحد أنواع الأسترالوبيسيكس فيحاولوا يدعوا ان هو جد البشر؟ بل ازاي يدعوا ان جد البشر من 300 ألف سنة والبشر موجود حسب تماشيا مع فرضية أعمار الطبقات الخطأ من 2 مليون؟ ده ضد العلم وضد المنطق، وده يوضح لنا ان هما ازاي افتقروا. الناس دول ما عندهمش أدلة حقيقية. الناس دول علشان يوصلوا من الفقر لهذا المستوى، لأنه لا يوجد أي ربط ما بين البيثيكس، زي ما جبت لكم بدل العالم عشرات بيقول لكم البيثيكس في جانب والهومو في جانب، ولا يوجد أي حاجة تربطهم، لأنه ما عندهمش أي ربط ما بين القردة البيثيكس وما بين الإنسان الهومو. فيخترعوا من حفريات قردة مدفونة في نفس كهف موجود فيه بعض البشر المدفونين، فيخلطوهم مع بعض عشان يطلعوا بمرحلة وسيطة تربط ما بين البيثيكس والإنسان من 300 ألف سنة فقط. ان يكونوا افتقروا لهذا المستوى، ده مش يوضح لحضراتكم اكتر واكتر ان هم ما عندهمش ادلة حقيقية؟ لو عندهم فعلا المراحل الوسيطة للانسان من القردة مش كانوا قدموها؟ ما عندهمش غير يا اما يزوروا يا اما يضيفوا عظام بشرية للقردة يا اما يضيفوا عظام قردة لبشر. هو ده اللي بيعملوه؟ هو ده ادلة التطور يا ملحدين يا تطوريين؟
وبعد ما يتكشف الكلام ده كله بإقرار كل هذه العلماء، يعني ما عندناش أدلة. وطالما ما فيش أي أدلة، يعني الإنسان وصلنا إن هو معزول تماماً عن القردة. عندنا قردة متنوعة، بيسكس تشبه بعض الغوريلات صغيرة الحجم أو الشمبانزي القزم، وعندنا الهومو الطبيعي موجود ولا يوجد أي ربط بينهم. طالما الإنسان ملهوش لا جدود ولا مراحل تطور من القردة، يعني الإنسان ما جاش من القردة. طب ما جه إزاي الإنسان ده الرائع ده؟ جيب التصميم، يعني جيب الخلق، لأن وجود مصمم يشهد على وجود الخالق. أتوقف عند هذا القدر، ربنا يبارك حضراتكم، وحنكمل في حفريات تانية الأسبوع الجاي إن شاء الله.